بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس بيوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح السنوسية الوسطى إلى قوله رضي الله تعالى عنه في باب حدوث العالم. فقد خرج بهذا القرآن القطعي كون العالم كله حادث من عرشه إلى فرشه، لا يتصور في العقل أن يكون شيء منه قديما. هنا يقول فقد هنا للتحقيق، خرج يعني تحصل وثبت بهذا البرهان، أي بهذا الدليل. والفرق بين البرهان والدليل أن البرهان لا يكون إلا إيه؟ إلا قطعيا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان، فألقى عصاه في الآية فإذا هي ثعبان مبين، أو ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. في الآية الأخرى فذلك برهانان من ربك. الدليل القطعي وصف كاشف، لأن البرهان لا يكون إلا قطعيا. فما معنى وصف البرهان بالقطع مع أنه ليس هناك برهان ظني؟ لا بد أن يكون البرهان قطعيا. فأجاب وقال هذا وصف كاشف، كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي. معروف أن الطائر يطير بجناحي، هذا وصف كاشف. وكما تقول نظرت بعيني، ومعلوم أن النظر لا يكون إلا بالإيه؟ بالعين. فما أشبه ذلك، يعني مشيت على قدمي أو أكلت بيدي إلى غير ذلك. فإن البرهان لا يكون إلا قطعيا. فقد خرج بهذا البرهان القطعي كون العالم فتح اللام كله، سواء كان من الكليات أو الجزئيات أو العلويات أو السفليات، يعني جميع أجزاء العالم علويها وسفليها، ما شوهد منه وما لم يشاهد، طالما هو إيه سوى الله. سواء شوهد كالناس مثلا أو الإبل والغنم والخيل أو لم يشاهد كالجن والملائكة، كل هذا من جملة العالم. حادث يعني مخرج من العدم إلى الوجود، بمعنى أنه لم يكن ثم كان. فالحدوث لازم له، لا ينفك عنه ولا يتصور بدونه، يعني لا يتصور العالم غير إيه؟ غير حادث، يعني لا يتصور بدون الإيه؟ الحدوث، أي الوجود بعد إيه؟ بعد عدم. فهو حلته وكسوته، يعني كأن العالم له حلة أو له كسوة. شبه العالم مثلا بإنسان يعني يلبس حلة أو يلبس كسوة، ما هذه الحلة؟ هي الحدوث. فكأن العالم لا يعرى عنه، يعني لا بد أن يكون حادثا ولائق به حدوثه، يعني هكذا شأنه،
يعني يليق به أن يكون حادثا، لأن الله تعالى أوجده أو أخرجه من العدم، فهذا أمر لائق به، يعني ينبغي أن يكون كذلك ولا يمكن أن يكون غير ذلك. من عرشه أي من طرفه الأعلى، يعني عاوز يقول لك من أعلاه إلى أسفله، أو معنى من عرشه إلى فرشه، يعني من طرفه الأعلى إلى فرشه أي طرفه الأسفل، يعني من سمائه إلى أرضه، لأن الأعلى هو سماء والأسفل هو إيه؟ الأرض. والمراد منه تعميم الحدوث لجميع أجزائه، يعني عاوز يقول جميع أجزائه من أولها إلى آخرها، من أعلاها إلى أدناها، من العرش إلى الفرش، عبر كما تحب، فالمعنى إيه؟ واحد. لا يتصور يعني لا يدرك أو لا يدرك في العقل بوجه من الوجوه ولا باعتبار من الاعتبارات ولا باعتبار من الاعتبارات البتة. البتة دي لكم في همزة قطع. البتة أن يكون شيء أي بعض أو جزء منه أي من العالم قديما بعدما اتضحت ملازمته للحركة والسكون اللذين قام البرهان على استحالة وجودهما في الأزل. يعني إذا بان لك أن هذا البرهان هو إيه؟ أن العالم أجرام وإيه؟ وأعراض، والجرم لا يكون في حيزه إلا ساكنا أو إيه؟ أو متحركا، ويستحيل أن يكون الجرم في الأزل ساكنا أو متحركا أو لا ساكنا ولا إيه؟ بطلت الأقسام إيه؟ الثلاثة. فهذا هو البرهان القطعي الذي إيه؟ نبه عليه. الله شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن معرفة حدوث العالم أصل عظيم لمعرفة سائر العقائد، وأصل كبير لتحقيق ما تقدم أو يأتي من الفوائد. وهذا الدليل الذي سلكه المصنف تفعيل مفيد للأفهام، وحاصله الاستدلال بحدوث أحد من الزمان. واعلم أن معرفة حدوث العالم أصل عظيم لمعرفة سائر كل العقائد وكل مسائل الكلام مبنية على حدوث العالم، ولو ما أثبتناش حدوث العالم فلا فائدة من سائر ما نقول. فالأصل هو إيه؟ حدوث الإيه؟ العالم. ده أصل وأس كبير تحقيق ما تقدم، يعني لما تقدم على هذا المبحث أو يأتي من الفوائد يعني بعده، لأن الكتاب وبحمد الله وفضله مليء من الفوائد، ولكن يحتاج إلى تصحيح في بعض الأخطاء، وهذا سبب التسرع في إخراج الكتب. ولو كان في مواضع قبل هذا فيها تصحيح فأخبرني بها. وهذا الدليل الذي سلكه المصنف قطعي مفيد للأفهام، يعني أي واحد بيفهم عنده فهم رزقه الله نور العلم يستطيع أن يسلك هذا الدليل ويمشي به في الحديد، يفل به الحديد ويقطع به الخصوم ويحتج به على الأولين والآخرين والملحدين والمشركين والصابئين والمجوس بس كده وغيرهم من أهل الكتاب. وحاصله الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين على حدوث الآخر، لأنه إذا كان هذه قاعدة مهمة، إذا كان هناك شيئان متلازمان وثبت حدوث أحد المتلازمين
فلا بد من حدوث الآخر، لازم أقولها تاني، كل ما لازم الحادث فهو حادث، خلاص احفظها واضرب بها الإنس والجن، كل ما لازم الحادث فهو إيه؟ حادث. فإذا نستدل بأحد المتلازمين على حدوث ما يلازمه، يعني إذا كان هناك شيئان متلازمين وثبت حدوث أحدهما فلا بد من حدوث الآخر، واضح؟ وهذا البرهان اللي هو الاستدلال بأحد المتلازمين، هذا البرهان عندهم ينبني على 7 أصول. هنا دخلنا في المسائل الدقيقة المهمة التي يعني تميز الأزهري أو الأشعري عن غيره من الفئات الضالة. هنا هذا البرهان ينبني على 7 أصول، وهذه الأصول 7 تسمى بالمطالب 7، حتى قال بعضهم من عرفها فإنها تكون سببا لنجاته من أبواب جهنم 7. بعض أهل الكشف وأهل الولاية، وذكر ذلك سيدنا الشيخ الباجون شيخ الإسلام في شرحه على الجوهر. ما هي المطالب 7؟ لا تستهين بها، هذه هي الفصل بين العقلاء وبين غير العقلاء. الأول إثبات زائد على الأجرام. ما هو الزائد على الجرم؟ هو العرض. ما فائدة إثبات هذا الزائد؟ هو ده الذي يلازم الجرم، هو ده دليل حدوث الجرم. فإذا ثبت حدوث العرض والعرض لا يقوم بنفسه، هو ملازم للجرم أو للجوهر، إذن فالجوهر حادث، لأن الجوهر لا يخلو، لا بد له من أعراض، والأعراض ملازمة له وهي حادثة، إذن فالجوهر أو الجرم حادث. كيف هذا؟ قلنا إن كل ما لازم الحادث أو لازمه الحادث فهو حادث، إذن هناك عرض هو زائد على الجرم أو زائد على الجوهر، هذا الزائد حادث، إذن وهو لا بد، يعني لا يمكن يكون وحده، لا بد يكون معه الجرم أو الجوهر، والجرم أو الجوهر لا يكون وحده، لا بد من الأعراض، إذن فالأعراض ملازمة للجوهر وهي حادثة. طب ما هو دليل حدوثها؟ المشاهدة، العيان، نراها ونحسها ولا يكابر فيها أحد، لأننا نشاهد وجودها بعد عدمها، ونشاهد عدمها بعد وجودها، وهذا هو دليل حدوثها. وأقل شيء الحركة والسكون، فإذا رأينا الحركة انعدمت وكانت الحركة غير موجودة قبل أن تراها، لم تكن موجودة ثم كانت ثم انعدمت، فهي مكتنفة بين عدمين، والحركة لا يمكن تقوم بنفسها بل لا بد من متحرك، فإذا كانت الحركة حادثة فالمتحرك حادث. واضح؟ في إيه؟ أول شيء إثبات زائد على الإيه؟ على الأجرام. لماذا نثبت هذا الزائد؟ حتى نستدل بحدوثه على حدوث الجرم. الثاني
إبطال قيامه بنفسه. الزائد هو إيه؟ ما هو الزائد؟ العرض. يبقى العرض زائد قطعا، أن الحركة غير المتحرك، والكلام غير المتكلم، والصوت غير الإنسان، والعلم غير الإنسان. الأعراض أقلها أربع أشياء، أقلها أعراض كثيرة ممكن تصل إلى 40، أو ممكن تكون غير منحصرة. أقلها إيه؟ الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، تسمى الأكوان الأربعة. وفي أعراض يقولون إنها غير مختصة بالحي، يعني تشمل إيه؟ الحي وغير الحي، مثل هذه الأربعة. وهناك أعراض مختصة بالحي زي العلم والجهل إلى غير ذلك. خلاص، في أعراض والموت والحياة، هذه مختصة بالحي. وفي أعراض تشمل الحي وغير الحي، يعني يشترك فيها كل موجود حادث. المهم أثبتنا إيه الآن؟ زائد على الجر اللي هو العرض، ثم نثبت أن هذا العرض لا يقوم بنفسه. يعني هل رأيت الأعراض زي الألوان مثلا، الألوان السواد والبياض، الأزرق الأخضر، هل يوجد السواد بغير جرم، يعني بنفسه كده سواد من غير جرم، أو الألوان أعراض؟ ولكن لا توجد الألوان إلا في الأجسام. يبقى إذن لو قيل لك إن هناك لون، يعني سواد من غير شيء أسود، هذا باطل. الثالث إبطال انتقاله، يعني العرض هذا أثبتنا أنه زائد، وأثبتنا أنه إيه؟ لا يقوم بنفسه. ثالثا نثبت أو نبطل انتقاله، انتقاله يعني من جرم إلى جرم. رابعا نبطل كمونه، إبطال كمون العرض وإبطال ظهوره. واحد. الخامس استحالة عدم القديم، يعني القديم لا ينعدم، كله ما ثبت قدمه. هذه أيضا قاعدة كلامية عظيمة، زي ما احنا قلنا في قاعدة، يا ريت واحد يجمع لنا كده، واحد من الطلبة النبهاء يجمع لنا القواعد العامة في علم الكلام زي القواعد الفقهية. قاعدة احنا قلناها ايه؟ كل ما لازم الحادث هو ايه؟ هي قاعدة تانية اللي هي ايه؟ كل ما ثبت قدمه استحال عدمه. وهي معنى القاعدة يا شيخ طلح؟ قاعدة يعني ها؟ ايه القاعدة؟ ما معنى قاعدة؟ أمر كلي، زي مثلا أمر كلي، يعني تحت الجزئيات، يعني يأخذ حكم الجزئيات، تأخذ حكم الايه؟ الكلي. خلاص؟ ما يعني شوف كده، من ما ثبت قدمه استحال، فأي شيء يثبت قدمه يستحيل ايه؟ عدم. السادس إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد. سابعا إثبات استحالة حوادث لا أول لها. هذه إيه؟ المطالب السبعة. وهذه في الأصل اسمها إيه؟ أحكام العرض السبعة. يعني العرض له كم حكم؟ سبعة أحكام. الحكم الأول أنه إيه؟ زائد. الثاني أنه لا يقوم إيه؟ بنفسه. الثالث أنه لا ينتقل. الرابع أنه لا يكمن، طبعا لا يكمن يعني ولا يظهر. الخامس استحالة عدم القديم، يعني استحالة أن يكون العرض قديما وينعدم. السادس إثبات كون الأجرام
أو كون العرب ده لا ينفك عن الجرم، يعني التلازم، يعني لا يمكن وجود الجرم بدونه أو وجود العرب بدونه، ده إيه؟ التلازم، عدم الانفكاك. السابع إثبات استحالة حوادث لا أول لها، يعني يستحيل أن يكون العرض حادثا ولا أول له، لأنه إذا كان حادثا فله إيه؟ فله فهذه تسمى إيه؟ المطالب السبعة أو الأصول السبعة أو نسميك أحكام العرض. قلنا الأعراض كثيرة، ما حكمها؟ هذا هو حكم العرض، أحكام العرض السبعة. فهو المجال زيد، والبعض يعني يقرأها زيدة، يعني هو زائد يعني، أو زيد إشارة إلى الزائد. فالبعض نظم هذه الأحكام أو هذه المطالب في هذا البيت، فإذا حفظت لا تغيب عنك الأحكام. وممكن تذكر الأحكام من غير البيت، بس البيت عبارة عن تذكرة. زيد ما قام، ما انتقل، ما كمن، ما انفك، لا عدم قديم، لا حنا. خلاص كده أقوله تاني، بس تقرأها كده، ما قام بحذف الألف، ما قام عشان الوزن، بس زيد ما قام، بس انت تقرأها ما قام. ما انتقل، ما هو هنا مش عاوز تحذف الألف، إنها أصلا محذوفة عشان الهمزة الوسط. ما كمنا، ما انفك، لا عدم قديم، لا حنا. يعني زيد ده رد على الفلاسفة في قولهم بعدم ثبوت زائد على الأجرام وهو العرض. والعرض قطعا زائد، يعني لو واحد قال لك مثلا أنا عندي ألم، والألم هذا زائد، أو مثلا واحد جادلك والمجادلة غير الذات، فإذا أنكر هذا إذن فقد كفاك المؤنة على من ترد. إذا قال إن مجادلته أو نزاعه أو صياحه أو تشغيبه غير موجود، وإذا اعترف بأنه موجود فقد اعترف بأنه زائد على إيه؟ على ذاته. يبقى أول حاجة إثبات الزائد، بعدين ما قام رد على قولهم إنه يقوم بنفسه، ما انتقل رد على قولهم لا نسلم عدم العرض، يعني انعدام العرض. خلاص، يعني مثلا إذا العرض يعني كان موجودا ثم انعدم، يقول لك ولم ينعدم ولكن انتقل من جرم آخر، يعني ترك هذا الجرم وذهب إلى جرم آخر، هذا أيضا باطل، اللي هو انتقال للعرض، يعني لا ينتقل من جرم إلى جرم. ما كمن رد لقولهم لا نسلم عدم العرض لجواز أنه كمن في الجرم، فتكمن الحركة في الجرم إذا سكن، يعني مثلا الجرم المتحرك كالكرة مثلا، إذا دفعت بقدمك تتحرك ثم تسكن، فنقول لك أين الحركة؟ فتقول هي كامنة، يعني موجودة في الكرة ولكنها غير ظاهرة. إذا اجتمع في الكرة الحركة الكامنة مع مع السكون الظاهر، وهذا اجتماع اجتماع الضدين وهو باطل. من فك رد لقولهم لا نسلم ملازمة الجرم للعرض لجواز أن ينفك عنه، يعني نحن نقول بأنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. لا عدم قديم رد لقولهم لا نسلم حدوث العرض
من جواز أن يكون قديما وينعدم. كلمة لاحن ده إيه؟ نحت، من قولنا لا حوادث لا أول لها لنا. خلاص كده، يعني لاحن يعني لا حوادث لا أول لها لنا، كل ده ترجع له في شرح الشيخ البيجوري على الايه، على الجوهر. اقرأ يا شيخ. اما الاول ودليلها باختصار، ودليلها باختصار اما الاول وهو اثبات زائد على الاجرام فهو ضروري، لان كل عاقل يحس في ذاته معانيها زائدة عليها. يبقى إثبات زائد على الأجرام ضروري، يعني أمر لا نحتاج إلى يعني إتعاب أنفسنا في جمع الأدلة، لأن كل عاقل يحس في ذاته معاني زائدة عليها، الخوف، الحزن، السرور، الحركة، السكون، العلم، الجهل، هذه كلها معاني زائدة على إيه؟ على الذات. يعني إثبات الزائد ده أمر ضروري. أما الثاني، وأما الثاني وهو عدم قيامه بنفسه، والثالث وهو عدم انتقاله، فلأنه لو قام العرض بنفسه أو انتقل لأدى إلى قلب الحقائق، فإن الحركة مثلا هي انتقال الجوهر، فلو انتقلت هي أو قامت بنفسها لأدى إلى قلب الحقيقة وهو بين. يعني يقول لك لا يمكن يقوم العرض بنفسه، ليه؟ لأنه ملازم للإيه؟ للجوهر. طيب لو أنه قام بنفسه أو انتقل، ما هو إذا انتقل أو قام بنفسه تجد بينهما إيه؟ معنى، وهو إيه؟ أنه عندما ينتقل يكون إيه؟ يعني إذا انتقل من هنا من هذا الجرم إلى هذا الجرم، هو كان قائم بهذا الجرم وانتقل إلى هذا الجرم، ساعة الانتقال يعني لما ترك هذا قبل أن يصل إلى الثاني كان قائما بنفسه، فلأجل هذا جمعهما في رد واحد أو في إبطال واحد، لأنه إذا انتقل عندما يفارق الأول قبل أن يصل إلى الثاني يكون قائم بنفسه، فلو أنه قام العرض بنفسه أو انتقل هذا يؤدي إلى قلب الحقائق، يعني يصبح العرض جوهرا، لأن الذي يقوم بنفسه هو الجرم والعرض لا يقوم بنفسه، فلو قام العرض بنفسه لكان جرما، وهذا معناه قلب حقيقة العرض، فلا يصبح العرض عرضا بل يصبح إيه؟ جرما. فإن الحركة مثلا هي انتقال الجوهر، يعني مثلا شوف حركت هذا الجوهر من هنا إلى هنا، فالحركة دي هي انتقال الجوهر وليس انتقال الحركة، هي لا تنتقل، لأنها لو انتقلت لكانت إيه؟ جوهرا، يعني معنى كده حيصبح العرض جوهر، فهذا هو قلب الحقيقة، لأن حقيقة العرض غير حقيقة الإيه؟ الجرم أو غير حقيقة، وهذا أمر بين. يبقى أبطل لنا كم الآن؟ ثلاثة. الرابع، وأما الرابع وهو الكنون والظهور، فلأنه يؤدي إلى اجتماع الضالين، لأن الجرم إذا تحرك مثلا والسكون كامل فيه حالة حركته اجتمع الضال في محل واحد. هذا أيضا أمر بين وظاهر، ليه؟ لأنه حيؤدي إلى اجتماع الضالين، فالجرم إذا تحرك حنقول السكون انعدم، لا نقول إنه كامل، والجرم إذا سكن فالحركة انعدمت، لا نقول هي كامنة، لأنه معنى أنها كامنة يعني اجتمع في الجرم
ضدان، الحركة وإيه؟ والسكون. يبقى إذن إذا كان سكون انعدمت الحركة، وإذا كانت حركة انعدم السكون، فلا يمكن أن يجتمع في إيه؟ في محل واحد. الخامس. وأما الخامس وهو استحالة عدم القديم، فلأنه لو انعدم لكان وجوده جائزا، والجائز لا يكون إلا حادثا. يقول لك يا أخي العرض ليس حادثا وإنما هو قديم، ومع ذلك ينعدم. في هذه الحالة لو انعدم أو لو جاز عليه أن ينعدم لم يكن قديما، لأن الجائز لا يكون إلا حادثا. واضح؟ وهذا ما قرر في القاعدة، كل ما ثبت قدمه استحال عدمه. فإذا انعدم العرض يستحيل أن يكون قديما. والسادس. وأما السادس وهو عدم انفكاك الأجرام عن ذلك الزائد فهو ضروري، إذ لا يعقل كون الجرم منفكا عن كونه متحركا أو ساكنا مثلا. يعني أنت بتقول أنه ممكن ينفك الزائد اللي هو العرض عن الجرم، إيه معنى ينفك؟ يعني لا يكون بينهما تلازم. طب أنا أسألك سؤال، هات لي جرم منفك عن كونه متحركا أو ساكنا، يعني لا متحرك ولا ساكن، هذا لا يعقل، هذا مستحيل، لأن الجرم إما متحرك وإما ساكن، ويستحيل أن يكون متحركا وساكنا في آن واحد، لأن هذا جمع بين الضدين، ويستحيل أن يكون لا متحرك ولا ساكن في آن واحد. إذن فلا بد أن يكون إما ساكنا وإما متحرك. وأما السابع وهو استحالة حوادث لا أول لها، فنقول لما كان كل فرد منها حادثا في نفسه فعدم جميعها ثابت في الأزل. يعني يقولون لك هذه الأعراض الزائدة على الأجرام حادثة، يعني أنت نوافقك في أن الحركة حادثة والسكون حادث، ولكن نقول لك ما من حركة إلا وقبلها حركة، وما من سكون إلا وقبله سكون، إلى لا أول، وهذا معنى كلمة حوادث لا أول لها. فنقول لهم هذا أمر يستحيل في العقل، لأنه إذا كان كل فرد حادثا في نفسه، يعني كل حركة حادثة، لأننا نشاهد وجودها بعد عدمها، وعدمها بعد هي حادثة، والتي قبلها حادثة، والتي قبلها هم يقولون حوادث. صحيح، لا ننكر أنها حوادث، ولكن ليس لها أول. قل لهم هذا باطل، لأنه إذا كان كل فرد حادث فعدم جميعها ثابت في الأذن، لأنه إذا ثبت حدوث الأفراد فقد ثبت حدوث المجموع أو الجميع. يعني لا يمكن أن يكون كل فرد منكم حادث والمجموع أو الجميع قديم، كيف هذا؟ هل الجميع أو المجموع هل تركب إلا من الأفراد؟ يعني كيف يكون مثلا جميع الطلبة قدماء غير حادث وكل فرد حادث؟ كيف يكون؟ لأن الجميع هذا هو عبارة عن عن الأفراد. فإذا ثبت حدوث كل فرد ثبت حدوث الجميع قطعا، لأنه لا وجود للجميع أو للمجموع إلا في أفراده. يعني مثلا معي سلسلة طويلة، أقول لك كل حلقة من السلسلة حادثة، إذن فالمجموع حادث، لا يمكن أن يكون أن يكون قديما. فهذه هي الأحكام السبع. وأما السابع
وأما السابع وهو استحالة حوادث لا أولادها فنقول لما كان كل فرد منها حديثا في نفسه فعدم جميعها ثابت في الأزل فهذه نبذة تحصل لك الغرض بتقريب. ووجه يعني يقول لك هذه تبين لك الغرض بشيء من التقريب تقرب لك. طب حيجي واحد يقول لك كيف نستفيد أو نعرف إنه حدوث العالم مبني على هذه الأحكام السبعة؟ ووجه ابتناء حدوث العالم على هذه السبعة أن دليله راجع إلى الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين على حدوث الآخر. ما هو أحد المتلازمين؟ اللي هو العرض، والملازم له الجوهر. فاحتجنا إلى إثبات زائد على الذات، وفي نفس الوقت نحتاج إلى إثبات حدوث الزائد لنستدل به على حدوث ملازمه، ونحتاج أيضا إلى كون الأجرام لا تنفك عنه ليثبت التلازم. يعني إيه معنى كلمة منفك؟ عشان نثبت التلازم. لماذا نريد إثبات التلازم؟ حتى يلزم من حدوث أحدهما حدوث الآخر. واحتجنا إلى إثبات استحالة حوادث لا أول لها، لكن الأصل الثاني وهو حدوث الزائد ينبني على إبطال. يبقى عندنا كم أصل؟ الأول وإيه؟ ما هو الأصل الأول؟ إثبات الزائد. الأصل الثاني حدوث الزائد. ويبقى كل واحد مبني، يعني إذن الأصل الأول اللي هو إثبات الزائد، خلاص؟ ونحتاج في الأصل الثاني إلى إثبات حدوثه. وحدوث الزائد ينبني على إبطال الكمون والظهور، وإبطال قيام المعنى بنفسه، وإبطال انتقاله، وإثبات استحالة عدم القديم. هذه أربعة، وقبلها كان ثلاثة، إذن فالمجموع كان سبعة. عرفت كيف وصلت إلى سبعة؟ مفهوم ولا عاوز تفصيل؟ واضح؟ نعم. قلنا عندنا أصلين، الأصل الأول مبني على ثلاثة، خلاص، والأصل الثاني، والأصل الأول هو إثبات الزائد، والأصل الأول هو إثبات الزائد، مبني على كم شيء، خلاص، على إنه زائد، وعلى أنه ملازم، مش كده؟ وعلى ملازمته، وبعدين إثبات استحالة حوادث لا أول. كم دول؟ ثلاثة. والأصل الثاني مبني على أربعة، حدوث الزائد. وحدوث الزائد اللي هو الأصل ده مبني على إبطال الكمون، وإبطال قيام المعنى، وإبطال الانتقال، و إثبات استحالة عدم دي أربعة، وقبلها كم؟ ثلاثة، خلاص؟ تعرف تحدد الثلاثة اللي قبلها؟ قول اتفضل. أول حاجة الأصل ما تحسبوش، الأصل هو حدوث الزائد، ده الأصل الثاني. الأصل الأول اللي هو إثبات الزائد، إثبات الزائد. يبقى عاوزين أول حاجة في إثبات الزائد أول حاجة حدوث زائد، ما هو ده الأصل، هو ده نفسه الأصل، زي يعني الأول إثبات الزائد، وبعدين إثبات حدوث الزائد. ده يبقى كده إثبات كون الأجرام لا تنفك عنه حتى يثبت التلازم، وبعدين استحالة حوادث لا أول لها، دول اثنين،
بعد كده ايه؟ اثبات التلازم. كام دول؟ ثلاثة، والأربعة في الثاني يبقوا كام؟ سبعة. يلا شوف. وإن أردت الزيادة على ما اختصرناه من شرح المصنف رحمه الله ونفعنا به فانظروا فيه ولا بد، فقد أجاد غاية الإجادة وبين المسألة غاية البيان. إذا أردت الزيادة يعني عاوز تستفيد على هذا، وهذا مختصر، فارجع إلى الأصل اللي هو شرح الشيخ السنوسي نفسه على الوسطى، لأن هذا الشيخ السرقسطي اختصر شرح السنوسي رحمه الله ونفعنا به فانظره فيه ولا بد. فقد يعني ولا بد إذا أردت الزيادة، فقد أجاد غاية الإجادة وبين المسألة غاية البيان. فإن قلت ندعي أن من العالم موجودا ليس بجن ولا عرب. الآن هو دلوقتي أنتم بتقولوا إيه؟ بنستدل بحدوث أحد المتلازمين على الإيه؟ الآخر. ما هما المتلازمان؟ العرض والجر. طيب ايه رايكم حنثبت ليكم او حنقول لكم انه من العالم موجود لا جر ولا عرض؟ حندعي ان من العالم، لانكم اقمتم الدليل على حدوث الاجرام بملازمه الاعراض الحادثه لها. خلاص كده، فندعي ان من العالم موجودا ليس بجرم ولا عرض، فما دليلكم على حدوثه؟ لانكم تستدلون على حدوث الأجرام بملازمة الأعراض لها، والأعراض تشاهدون تغيرها أو تشاهدون انعدامها وهي زائدة، فما بالكم إذا كان هناك موجود ليس بجرم وليس بعرض، فكيف تثبتون حدوثه؟ فما دليلكم على حدوثه؟ فالجواب، هم يدعون أي الفلاسفة أو من قال بقولهم يدعون أن هناك موجود ليس هو جرم وليس هو عرض، فنكذبهم ونقول لهم إن العالم منحصر في الجواهر والأعراض وليس إلا، يعني لا يوجد في العالم إلا جواهر وأعراض، ودليل حدوثه يعني لو افترضنا جدلا، هذا ليس تسليما أو ليس موافقة لهم، لو وافقناهم من باب مجارات الخصم، لو وافقناهم على أنه موجود الذي ليس بجرم ولا عرض، لو وافقنا على أنه موجود فكيف نستدل على حدوثه؟ ودليل حدوثه على تقدير وجوده أنه لا يجوز أن يكون إلها، يعني الموجود الذي ليس بجرم ولا عرض لا يجوز أن يكون إلها، لبرهان الوحدانية، لأنه ثبت بالبرهان أن الإله واحد. إذن فلو كان هناك موجود ليس جرم ولا عرض لا يكون هو الإله أو هو الله، لأنه من جملة العالم. وإذا لم يكن إلها فقد دلت السنة وانعقد الإجماع على أن القديم واحد وهو الله وصفاته، فلا جرم يكون حادثا. ممكن تقول فلا جرم خلاص يكون إلا حادثا، يبقى فلا جرم أحسن، فلا جرم يعني فلا شك،
يعني لو افترضنا أن هناك موجود في العالم ليس بجرم ولا عرض وقد قام البرهان القطعي على وحدانية الله، إذن فهذا الموجود ليس إله، لأنه لو كان إلها لما ثبتت الوحدانية لله أو لكان له شريك. إذن فهذا الموجود الذي ليس بجرم ولا عرض لا يكون إلا حادثا. ليه؟ لأنه لو كان قديما لكان إلها ولشارك الله تعالى في الإيه؟ في صفة الإيه؟ الألوهية. واضح كده؟ إذن فيعني لا دليل، ليس هناك دليل عقلي على حدوث هذا الموجود الذي ليس جرما ولا عرضا، وإنما هو الدليل للنقلي اللي هو إيه؟ إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. فائدة فائدة الاستدلال بحدوث الجواهر في طريقة الخليل عليه الصلاة والسلام. يعني عندنا طريقتان، الاستدلال بحدوث الجوهر دي طريقة سيدنا إبراهيم، والاستدلال بالأعراض هذه طريقة سيدنا موسى الكليم. فطريقة الخليل عليه الصلاة والسلام عندما حكاها لنا القرآن، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل. يعني تقدير الكلام في قياس منطقي، هذا الكوكب أو هذه الكواكب آفلة، يعني تحضر ثم تأفل، الأفول يعني للمغيب تغيب. هذه الكواكب آفلة يعني كانت حاضرة ثم غابت، وكل من هذه الكواكب آفلة، وربي ليس بآفل، بهذه آفلة وربي ليس بآفل. إيه النتيجة؟ هذه ليست بربي. أدينا دخلنا في المنظرة، وده اسمه إيه؟ قياس من الشكل. إيه ده؟ الأشكال عندنا أربعة، سنتم معذورين ما خدتوش الأشكال. ده قياس من أي شكل ده؟ هذه آفلة. ما خد بالك، الشكل الأول أن يكون الحد الوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، والشكل الثاني أن يكون محمولا فيهما في الصغرى وفي الكبرى، والشكل الثالث أن يكون موضوعا فيهما في الصغرى وفي الكبرى، والرابع عكس الأول. فالأشكال لا تخرج عن الأرض. ده أي شكل ده؟ هذا من الشكل الثاني. هذه يعني الكواكب آفلة، هنا الحد الوسط هنا محمول، وربي ليس بآفل، محمول في الصغرى وفي الكبرى، فالنتيجة هذه ليست بربي. دي طريقة مين دي؟ طريقة سيدنا داود. الأشكال الأربعة في ثلاثة موجودة في القرآن، ثلاثة، أما الرابع مش موجود، هو أنه بعيد عن الطبع. القياس الأول كثير جدا، خلاص كده، والقياس والشكل الثاني موجودة، والشكل الثالث موجود، بس كل حاجة تيجي في مكانها. شوف طريقة سيدنا إبراهيم، يعني استدل على حدوث الكواكب أو على نفي الألوهية بأفولها، يعني استدل هنا بحدوثها، يعني تأفل يعني تغيب، ملازمة للتغير، ملازمة للحادث اللي هو الأفول، لأن الأفول لم يكن ثم كان، وهو ملازم للجوهر. إذن فالجوهر اللي هو الكوكب حادث لأنه لازم الحادث. فدي طريقة مين؟ ونفس الدليل ده في فلما رأى القمر، نفس الدليل، بازغا قال هذا ربي فلما أفل، نفس الحكاية، يعني فلما أفل لا يكون إلها،
وبعدين جاءت الشمس، هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت كله أفل، يبقى ما فيش فيهم حد يصلح أن يكون إيه؟ أن يكون ربا، لأن الإله لا يأفل لا يغيب. واضح؟ نجي لطريقة مين؟ سيدنا موسى عليه السلام، الاستدلال بالأعراض مقيسة إلى محلها. يعني سيدنا موسى بيقول قال ربنا، لما فرعون سأله قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني ربنا أعطى كل جرم أو كل جوهر أعراضه. يعني أعطاه صورته الخاصة وشكله المعين. وأما طريقة الحبيب صلى الله عليه وسلم فالشهود والعيان، حيث اجتمع بالله بحضرة قاب قوسين حيث لا كيف ولا. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام مشى مع الدليل، وكذلك سيدنا موسى، إنما الحبيب صلى الله عليه وسلم راح مش مع الدليل، مع المدلول خلاص، يعني عاين. فلماذا استدل بأفول القمر إذا كان هو عاين وشاهد الحضرة الإلهية وكان قاب قوسين أو أدنى؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما إيه وما ضر. خلاص، فدي إيه بس هنا قيد بإيه؟ بأنه لا كيف ولا إيه ولا أين، أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وإثبات الرؤية يقظة، شوف كده، وللمختار دنيا ثبتت، يعني أثبت أهل الحق أنه صلى الله عليه وسلم رأى رب العزة بعيني رأسه في الدنيا، وهذه لم تكن لغير مين؟ لغير النبي الأعظم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. فلا يحتاج إلى خلاص كيف يعني يذهب إلى طريقة أو إلى أخرى. خاتمة، نقل المصنف رحمه الله عن بعض الأئمة أن من حقق حدوث العالم بأصوله وعرف كيف يستدل به على وجود مولانا جل وعز وعرف منه ما يجب في حقه وما يستحيل وما يجوز، فهو من الراسخين في العلم ومن يرفع في الجنان درجات عالية، فله سبحانه الحمد والمنة على هذه النعمة. يعني بعض الأئمة بيقول لك من حقق، يعني أصبح على حقيقة وعلى بينة من أمره، من أن العالم حادث بأصوله وفروعه، وعرف كيف يستدل به يعني بالعالم على وجود مولانا. طبعا ممكن يصل إلى مقام أعلى، مقام الصوفية، يقول لك لا نستدل بالعالم على وجود الله، وإنما العكس. أو ده المقام الإيه؟ مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن نستدل بالله على وجود العالم. وهذا ما قاله ابن عطاء الله السكندري، قال شتان في الحكم، من شتان بين من يستدل به ومن يستدل عليه، فقال إن الحق لا يستدل عليه وإنما يستدل به، لأنه هو الإيه؟ هو الأصل في وجود الأشياء، كما قال سيدي أبو مدين التلمساني، عبر بعبارات عالية جدا رائقة تبين هذا المعنى، عندما قال إيه؟ الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا قلوب كذلك، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. ما
من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال. فالعارفون فنوا ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي. يعني ليس، يقول الصوفي، ليس في الوجود إلا الله وأفعاله بس فقط. فالعارفون فنوا ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. فانظر بعقلك أو بفكرك، هل ترى شيئا؟ كل ما نراه هو أفعال لله. هل ترى شيئا سوى فعل من الأفعال؟ وانظر إلى أعلى الوجود وسفله نظرا تؤيده بالاستدلال، تجد الجميع يشير نحو جلاله بلسان حال أو لسان مقال. هو ممسك الأشياء من علو إلى سفل ومبدعها بغير مثال. هذا عقيدة مين؟ عقيدة الصوفية المسماة بوحدة الوجود، ومعناها أن الوجود الذاتي أو الوجود الحقيقي أو الوجود الواجب لا يتعدد. هذا هو وحدة الوجود. مش وحدة الوجود معناها أن الله هو الأشياء أو هو العالم، هذه عقيدة كفرية لا يقول بها الصوفية أبدا. الصوفية مذهب راقي، مذهب ذوقي، وليس مذهب جهل أو غباء. هذا لا يقولون بها، لا يقول أحد إلا إيه؟ أهل الحلول والاتحاد، وهم كفار قطعا. ولذلك كان الإمام فخر الدين الرازي يقول القاعدة العقلية الكلامية أنه يلزم من وجود الدليل وجود المدلول ولا عكس. يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. وبناء على هذه القاعدة العقلية العظيمة قال: ناظرت أحد قساوسة النصارى، قال: فرأيته في بعد أو في غاية من البعد عن المعقول. حافظ للإنجيل وعارف الأحكام لكن لا يعرف المعقولات. قال: فلما ناظره قال: علمته، هو الإمام الرازي نفسه، قال: علمته قاعدة لتكون المناظرة على أساسها. فقال له: يلزم من وجود الدليل وجود المدلول ولا عكس. يعني لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. قال: فلم يفهمها. قال: فأخذ يوضح ويبسط ويأتي بالأمثلة حتى فهم. فقال له: أفهمت؟ القاعدة مكونة من من جزئين. أفهمت الجزء الأول؟ يلزم من وجود الدليل وجود المدلول. يعني ما هو الدليل على وجود الله؟ الدليل هو العالم، والمدلول هو الله. إذن فيلزم من وجود العالم وجود الله، لأنه لا يمكن إذا لم يكن الله موجودا يوجد العالم. كيف وجد؟ من الذي خلقه؟ من الذي صنعه؟ وهو لا يمكن أن يوجد نفسه. إذن يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، لكن لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. لأن الله تعالى في الأزل كان وحده، لم يكن هناك دليل ولا مستدل أصلا، وكان موجودا. فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، يعني لا يلزم من عدم العالم عدم وجود الله، إنما يلزم من وجود العالم وجود الله، ولكن لا يلزم من عدم العالم عدم وجود الله. لأن الله تعالى كان في الأزل وحده، ولم يكن عالم ولا دليل ولا مستدل ولا جاهل ولا إدوان. كان الله ولم يكن شيء غيره. قال: فلما فهم القاعدة بعد الشرح قال له تعالى للمناظرة، أولا سؤال مهم، سؤال إجباري مفهوش اختياري،
ما هو الدليل على ألوهية المسيح؟ فقال: المسيح عليه السلام كما جاء في قرآننا يحيي الموتى ويبرئ الأكمة وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون، يعني يفعل خوارق العادات التي لا يقدر عليها إلا إذا كان هو الله، لأنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة وينبئكم ويخلق كهيئة الطير، إذن فهذا هو الله. يبقى إذن ما هو الدليل على ألوهية عيسى؟ خوارق العادات. فقال له الشيخ فخر الدين الرازي: ألم تكن هناك خوارق عادات ظهرت على يد إبراهيم وموسى والأنبياء السابقين كما في الإنجيل؟ لا يستطيع أن ينكر، يعني من ضمن معجزات سيدنا موسى إلقاء العصا وتصير ثعبان، وسيدنا إبراهيم له معجزات، وسيدنا نوح، كل الأنبياء، لا يوجد نبي إلا وله معجزة. قال: نعم، هذا موجود. قال: إذن فيلزم من خوارق العادات التي ظهرت على أيدي الأنبياء السابقين أن يكونوا آلهة مثل عيسى. قال: لا. قال: كيف؟ هو نفس الدليل. يلزم من وجود الدليل، هو الدليل المعجزات الخوارق. يبقى جميع الأنبياء آلهة، لأنه كل واحد له خوارق لا يقدر عليها إلا إذا كان إله. ولذلك تلاحظ أنه فعلا إحياء الموتى هذا لا يفعله إلا الله، ولكن تجد أن القرآن في غاية الدقة لما قال له وتحيي الموتى بإذن الله، يعني المحيي في الحقيقة هو الله وليس هو عيسى، ولكن ظهر على يديه، يعني الله تعالى أعطاه هذا. وبرضه تبرئ لك بإذن الله، كل حاجة بإذن الله بإذن الله بإذن الله، ما فيش حاجة يستطيع أن يفعلها من نفسه. ولذلك هي تعريف المعجزة: أمر خارق للعادة يظهره الله، ففاعل المعجزة هو الله وليس هو الشخص. إذن ما فيش مشكلة عندنا في خوارق العادات، لأن الذي يفعلها هو الله، ولكن يظهرها على يد شخص مدعي النبوة أو مدعي الولاية إلى آخره. خلاص، أول سؤال إجباري: ما هو الدليل؟ قال: خوارق أو المعجزات. قال: ظهرت على أيدي الأنبياء السابقين فيلزم أن يكونوا آلهة. قال: لا. قال: ما الفرق؟ هذه معجزة وهذه معجزة. فنقله إلى الجزء الثاني، وهو لا يلزم من عدم الدليل عدم قال له: خلاص ننتهي من موضوع سيدنا موسى وعيسى وإبراهيم، ألا يجوز أن أكون أنا الرازي وأنت أيها القس وغيرنا من المخلوقات حتى الخنافس والعقارب، ألا يجوز أن نكون آلهة؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لا، ليس هناك دليل. قال له: لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، فقد نكون آلهة ولا دليل، كما أن الله تعالى كان إلها وكان في الأزل موجودا ولا دليل، لأن الدليل لم يأتي إلا بعد الخلق. هل كان هناك دليل في الأزل؟ لا. فبهت الذي كفر، أو فبهت الذي مسح. والحمد لله رب العالمين. بعد كده هندخل في إقامة القرآن القاطع على وجوب وجوده، ده موضوع آخر. اللهم صل أفضل الصلاة على ربك سيدنا محمد وصحبه وسلم على معلوماتك.